تعلمت المهنة من 45 سنة، كان عمري 15 سنة. تعلمتها من جدة والله، صار صرنا نشتغل لحتى لحد الآن لساتني ما أشتغل لهلا، صار عمري 62 سنة. ما بين الحداثة والتقليد، مهنة تنجيد الفرش بالصوف والقطن ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا، في مشهد تعود عليه المارة هنا في حارة علي جمال. صار عمري 62 سنة. صارت بس مهنة قديمة يدوية، يعني قليل بقى، صارت بضاعة غالية، مواد غالية، كل شيء غالي، يخف الشغل عليها. المهنة تعلمناها كان عمرنا 20 سنة عند جماعة كبارية، كنا نشتغل عند العالم، وبعدين جينا فتحنا المحل هون، الله أعطانا وفتحنا المحل، ونروح على حلب نجيب بضاعة، وبعدين صرنا نشتغل، تعلمنا من الكبارية، صرنا نشتغل لحالنا، نروح على حلب نجيب بضاعة، ونجيب أبر، ونجيب خيطان، ونجيب قماش، ونجيب يعني شو اللي يلزمنا من حلب نجيبه، بضاعة نجيبها. مصلحة التنجيد العربي تعلمتها من 30 سنة للمصلحة، طبعا هي مصلحة قديمة وعم نشتغل فيها إلي 30 سنة فيها، والعالم رغم إنه الفرشات جديدة يعني بس محافظة على تراثها ومحافظة على بيئتها، ومتعودين على هيك فرش وهيك لحف، بيجيبوا لنا الفرشات القديمة، اللحفة القديمة بنرجع بنعملها إعادة تأهيل مرة ثانية، شيء بنغير له وشه، شيء بنرجع بنشده من بدوي جديد، الوش القديم نفسه بنرجع بننجده. بيجي الشخص هون بيجيب بضاعته اللي جايبها من البيت، سواء صوف الله قطن، بيجي يجدد الوجاه، بده يحط فرش او لحف يجدد له اياه حسب الموعد اللي بنوعده اياها، بياخذ الفرش وبياخذه على بيته. وهي ادواتها بسيطه، عباره عن سيخ وخيطان وابره وكشتبان والشمعه، مشمع فيها الخيط مشان مع الايام لا يتخ ويضل محافظ على جودته الخيط. طبعا اللي بمارس هالمهنه هيك بده يتعلق فيها، لانه هي مهنه حرفيه وفيها ابداع وفيها شغل وفيها تعب وفيها شغلات كثيره، يعني مثلا الواحد بيتعود عليها بيصير لازم كل يوم يحس حاله، حتى يوم الجمعه بحس حاله انه لازم يشتغل، تعود عليها 30 سنه وهو عم يشتغل فيها. من ايام زمان لهلا نطلع على الضيعه عم نشتغل هنيك، اذا اضطر الامر ما خلصنا شغل من باب مضطر من باب، طبعا بيعاملونا كاهل، يعني ما كانه والله رايحين نشتغل عندهم، كل اهل الضيعه الحمد لله بيعاملونا مثل اولادهم، بيامنونا كل شيء، واذا تاخرنا بالطريق بيحاولون يوصلونا لهون يامنوا لنا السير. سنوات من الجهد كانت كفيلة باستمرار هذا العمل رغم الصعوبات. الصعوبات اللي بنواجهها انه من الغبره اللي فيها، يعني اوقات بيجيبوا لنا فرشات حاكمها رطوبه، فيها غبره، فيها روائح هيك، بس نحن بنحاول نشمسها ننظفها من الروائح اللي فيها وبنرجع نشتغل من بدو جديد. صارت بس مهنه قديمه يدويه، يعني قليل بقلة، صارت بضاعه غاليه، مواد غاليه، كل شيء غالي، خف الشغل عليها غير على الاول. طبعا هالغبره هي مو سهله علينا نحن، بالنسبه لي صار معي قلب وصار معي وجع ظهر دسك، ولقينا صعوبات كثيره يعني بالتنفس وبالجو، حتى شغلنا بالذات كان صعوبات مو طبيعيه. في عالم بتجي بتتعلم هالمهنه ولتحافظ على تراثها لهالمهنه ومهنيتها لهالمهنه، لانه اكيد مره بتبطل يعني، وبتضل شغاله وبتضل العالم بحاجه الفرش واللهف الصوف والقطن، قد ما طلع شغلات حديثه ومتطوره الا بدنا نرجع للشيء القديم يعني. حرفه تجاوز عمرها 100 عام وأباً عن جد حافظت على تراثها الشعبي مواجهة رياح العصر.